طيب اللاسة ده بتاع ايه؟ تيك بايت ذا لايم. موسكيتو بايت مسكيتو بايت ده بتاع الدينجو، مش عارفة الأديس مسكيتو، هي ممكن تكون ذا سيم باتس، فاميلي يعني. الإيه؟ شكلها الباتس اللي هو اللي خفافيش. مش عارفة. نشوف كده. لا، الرودنت اكسكريتا، يبقى الرودنت يورين ليبتوسبيروزس، رودنت اكسكريتا اللاسة، رودنت بايت كان اسمها ايه، تولوريميا باين، ولا كان ايه، تعضت القوارض. ده فار معين كده في افريقيا، في افريقيا بيسموه ماستومايز رودنت، او ممكن يتنقل برضه من بيرسون تو بيرسون. طيب اوكي، وعشان دكتور محمد بس اتاخر نقولها تاني. هي قلنا احنا الليبتوسبيروزس مع الرودنت يورين، اللاسة مع الرودنت سكريتا، وكان برضو عدى علينا التلوريميا باين او حاجة زي كده بتاعت اللي رودنت بايت. طب نبص عليها هنا، الباتس هنا بتاع الإيبولا، بتاع بيت الكورونا برضو باتس. اي اي طيب و اللي هي التيك بايتس دي قلنا كونغو هيموراجيك فيفر. طيب والتانية البابز دي شغاز. هو ده الفيكتور بتاع الشغاز، تراي اتومين، تراي اتومين ده البجز اللي بتنقل الشغاز ديزيز، بات نوت بايت. هو حتى هنا كاتبها هي كيسنج باجز. بقول لك كيسنج كيسنج مش بايت. شغل الامريكان ترابانيز موزيز ده. تمام، موسكيتو دينجو والاذر ديزيز. ماشي، لوكيشن. نكمل. given the likely diagnosis, which medication should be urgently given? طيب أخدت إيه بقى؟ examination لقينا في إيه؟ عندنا widespread lymphadenopathy, dark plaque crust lesion, 1 centimeter in the right upper thigh. He does demonstrate, does not demonstrate nuclear rigidity. Antibalaria diagnosis is negative. طيب مع كاري مش منيزز تقريبا، اللي كانت بتبقى ليمفادينوباسي. طب هنجيب الحلقة. نعم، ماشي. 24 سنة، جاي من باك باكر، ستيكن ال اون ذا بلان، ريتيرنينج هوم فروم ا 3 داي تريب ان لويس وذ تو فريندز. هي هاز سبيند موست اوف تريب هايكينج. He swam in the number of lake river and tried to wide range of local food. He stayed basic local accommodation and spent more time at night camping. He was degluting to pose with with his anti malaria chemoprophylaxis with application with DEET. He told the flight crew that he had been feeling had been feeling well for several days prior to myalgia headache, but had been keen to get home. He by the time of the hospital is delirious. Temperature 38.9, heart rate 120, blood pressure 178, respiratory rate 22. يبقى حاجات كلها نون سبيسيفيك، ماشي، والديليريوم وجاي بجنرالز لينفادينوباسي وبلاك دارك بلاك راستد ليجن. بلاك راستد ليجن، عارفه ده نوع من انواع الليشمانيازيس، بس هو ما قالش ريفر هنا والقصص دي، ودخلت من رجله، والموطن بتاعها بيبقى اللي هو
الريتيكلو اندوثيليال سيستم اللي هو جنرالايز ليمفودينوباسي. قصدك في الأزهر يعني؟ ممكن كان اذا دارك بلاك كراست ايجن هنعالجه ازاي بقى؟ هو ايه اللي بيعمل ده مع الليمفادينوبس؟ الكلازار بنعالجه بايه؟ الارتيزونيت ده بيتهيألي ملوش دعوة صح؟ لا ده الملاريا يعني. دوكسا سايكلين مش اتيبيكال، يبقى دوكسا سايكلين انترا سيلولار اورجانيزم ده بيعيش جوه الخلية ما بيبقاش بره. هو شكله مش كلازار، والاختيارات كلها ما تمشيش. طيب هيطلع الملاريا دوكسا سايكلين بغض النظر عن نوعه ايه. ايه بقى؟ اه احنا جالنا سؤال على البتاع ده، على التوستو مش عارفة ده، فاكره في الباست بيبر؟ وشوفي هنا مكتوب ايه؟ caused by obligate intracellular bacteria تستس جاموشي جانا قبل كده ايوه اه بي دي سؤال وكنا مختلفين هو اسكر ولا مش اسكر طبعا اسمه غريب. ايوه قلنا البلاك ايشرز دي او اسكرز دي كانت هي العلامه بتاعتها دارك بلاك كراستد. تمام. طيب تاستا كاموشي أو طيب هو شرح البتاع، تسير انفكشن شرح البتاع اللي هي الغريبة دي تحت اهي نعم عن طريق الارثروبوز بتعمل وايد سبريد فاسكولايتس ايديك بلاك ايشر باش ممكن دي اي سي يو رينال فيلير دي ارينجد كلوتينج دي انواع تانية بقى يعني لا انا قصدي على البتاع اللي هي ماتشي دي النوع ده. هل كاتب عليها حاجة تانية ولا هي جاست بس الكومنت ده تحت التايتل؟ إيه لا مش كاتب عليها حاجة طب تمام خلاص. طيب مش ناقص هو السؤال ده، هو بالشكلة دي بيحبوه بلاك ايشور ومعاها جنرالز انفادينوباسي، فنعالجه بالدكتور سايكل. تمام. Which one of the following virus is thought to be cause كابوسي؟ ماشي. HHV اللي هو ال human herpes Most likely diagnosed عيانة 19 سنة again 3 days after returning from backpacking trip across Brazil. He complained sudden onset of fever, headache, joint pain, rash all over his body. He has existing health condition. ماشي. Examination فيه texture rash. ما فيش نيولوجيكال. معايا ايه؟ لاريا البليتلت بتهيألي قليلة وال اللي رموز معانا ايدي. لا وزينوفيليا. قليل ايوه صح ولا لاريا وزينوفيليا، لاريا ولا ايه؟ عشان بس وزينوفيليا مش معانا زينوفيليا. زينوفيليا؟ في زينوفيليا كويسة ما عندهاش زينوفيليا 4/10 أربعة من عشرة. مفكرها أربعة. بس أنا بقول بليتلت قليلة وهيموجلوبين قليل مش كده ليفر جوينت بين وراش. سريع كده هي الملاريا قصدك الفالسيبيرم يعني ولا ايه؟ لا هو كده كده مش انتوا قايلين بتكشر راش، قصدها اللي هي ايه بتاعت الدي اي سي يعني. ولا جوينت بين او راش اول اوفر ذا بودي يبقى مثلا نتكلم على بتاع دينجو مثلا ولا ايه؟ قلتوا ايه؟ الدنج بيبقى معاها مصل و جوينت سيفير صح وراش، بيبقى معاها على فكرة بيبقى معاها لو بليتليت وراز. طب ما لا كنت اقول لك الدنج اوقع عشان هي معاها بكش الراش، هي معاها هيموريش كده، فده احسن للدنج يعني اوقع يعني. تمام يبقى هي دينجو فيفر جوينت بين دينجو فيفر هريش معاه ثرومبوسايتوبينيا وبتاع ده وكيموزيس بتاع ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسيتوبينيا مع انيميا ماشي بس ده يعني انت لو حد في في حاجة الملاريا في جاي. الملاريا كان اسمها بلاك ووتر باين ولا كان اسمها ايوه هو بس هي الفكرة يعني مش هيجي بالشكل ده، مش هيجي على رجليه، يبقى معاه دي اي سي سوري ديستربت كونشس ليفل سيجرز، انما هنا بيقول لك هنا فوق نيورولوجيك كويس ما فيش من الجزء،
ده اكيد هيبقى مع سي ان اس، ماشي. والهيموجلوبين هتلاقيه اقل من كده بكتير، طب فالعيان هيبقى ليه شكل تاني، هيبقى مور ديستربد عن الدينجو فيفر. الدينجو فيفر ده هيبقى ستيبل شوية. البنفيت ماشي بتاع البيتكوين ريديوس ماشي. الهيبنوزون لابس فينج لابس ديستروي. طيب بعده نصاب من دايجنوزز عين دي راجل الألسر راجل والواجب بوردر يبقى شنكرويد. راجل بوردر بوردر أيوة شنكرويد. شنكرويد. ها أيوة هي بينفول، كانت بينفول متأكد تندر ولمفو تندر ومعاها لمفي نود. بس هو مدام كتب الوصف ده هو عايز الشنكرويد يعني. شنكرويد هو الراجل. طيب ماشي لاينوزيت اللاينوزيت ايه استرو بوس المرسى والفيرس ماشي. بكتيريسايد ولا استاتيك بديل الفانكو، ماشي. هو بديل الفانكو واللي بعد الفانكو يعني كوزة نشوف الحلقة من أول 30 سنة جاية من 4 أسابيع من إيه من هند. For the past week he has felt generally unwell with fever and lethargy. The last night he started to pass bloody diarrhea and have night fever. تمام يعني عندنا fever و bloody diarrhea. طيب عن سوق التمبريشر 38.2، البلس 102، البلس بشر 104 على 68 مع تندر هيباتوميجرين اكزامينيشن. الهيموجلوبين كويس يعني بيتي كويس. الواد بلاد سيل عالية، سي ار بي عالية قوي 156، بتبقى دي شكلها مبيزس. جوندس دايرية وتندر هيباتوميجري جوندس و43 اللي هي الكلام كانت في سيتي الهند. الحمائية وال هاتس ايه انت ميبا عندها ليه رايت هايبوكوندريوم. تمام انت ميبا خلاص تندر هيباتوميجري يبقى انت ميبا صح. اميبيزس ماشي. most appropriate initial investigation. طيب دي 19 سنة جات 60 day history of tiredness cough sore throat headache fever chills. he felt off hair food but he had been drinking well and passing urine. he denied any foreign travel history but report he has recently been camping and hiking in the lake of the national park في الكومبريا. he reported having numerous bites tick bites. طيب هي جاية بيسر عندها tiredness وكف وسور ثروت وفيفر. طيب examination conjunctivitis و temperature 37.9 و cervical lymphadenopathy ومفيش رعشة. دي اللايم يعني هي اللايم معاها conjunctivitis. ثاني بس هي اللايم معاها conjunctivitis ومع سيرفايكال لينف نود. لا طب ماشي المشكلة برضه هي دي لاين ثروت ثروت وكاف. بط حاطط لك ايه الانزيم لينكد وكاتب وقايل لك انيشيال ملهاش حل غير اللاين بتاعي وهيكنج كامبينج وكده وبيتقرص كتير تيك تيك بايت. دي ده الفيكتور بتاعها. ماشي الحاجات التانية بقى تايد أصلا كاف ثروت ثروت فيفر شهير حاجات نفس كونجكتيفايتس ولينفادينوباسي. خلاص ماشي تمام. هنا بيقول ايه؟ بص بروبريت. طيب ده 23 ميل جابي دايريه abdominal pain وكف و itchy rash في الفود recently from Lois. he went tubing in vag vagin vegan an examination noticed في ايه في بعض الذكر طبعا دي بتاعت الاستريك كيرز ده ايفرميكتين. ايوه نعم استريك كيرز استريك تمام. ترجمة
give the finding was the most likely diagnosis. 38 سنه male جاي بفولي ديفايند سيمبتومز وهيدك او دراوزي وعنده ميديكال هيستوري في ازمه و اتش اي في بوزيتيف ريسبكت بوزيتيف في سنجل برين ليجن بياخدوا ايه تيومر سنجل الأورجانيزم هذا الأورجانيزم روكي ماونتين سبوت إز سسبكتد اكتسر اكتسر تاركتي في الأرض الثانية تحت لا بتاع السبوت فيه علاقه برضه تخصص هاي طيب الجدول ده يبقى الروكي ماونتين ده اكتسر اكتسر الثاني اللي عدت علينا من شوية اكتسر علاجها الدوكسا ولا ايه؟ هي تيبيكال كلهم ده كيو فيفر تمام معايا تمام وذا ميكانيزم اكشن لايكلي لايك ذا توكسين طيب التوكسين ده بتاعي بقى دبل فيجن وديفيكالتي سوالين شكلها بوتيولينيوم بتقلل لنا الار ماسل حاجه بتعمل فلاسيد يبقى انهيبيشن ريليز اوف اسيتايل والجاما ولا انهيبيت الاسيتايل الاسيتايلكولين تمام بتاع اللي بينهبت الجابة ده اللي كانت تتنصح صح؟ عشان كده انهيبيتر كده عشان بيبقى كده بيحصل مخشن لها ايوه تمام طيب on examination the skin is cellulitic extreme tender and the margin valley is seen surgical debridement في هنا الاريا في الكريتيزي في الشيت صح تمام طيب عايز ايه هنا ميدل ايدج مان دايجنوز نيزوفيرج كارسينوما طيب اللي هو قلنا ال بشتاين اللي هو طيب من ايه من هيربس فيروس هيربس فيروس ايه هو فين هيربس وكانت رقمه كام في الهيربس؟ 8 أربعة باين ولا كان كام؟ 8 مش هو اللي لا البركت لينفوما البركت لينفوما 8 إيبشتاين بار فيروس عايز أعرف رقمه كام في الهيربس عشان نثبته مش مكتوب هنا رقمه هنا ما عليك مش مشكلة كتبوا هنا رقمه كام بس هو عموما ايه بيجي في الليمفوما سواء بركة الليمفوما او هوتشكي الليمفوما نيزوفرنجيال وبيبقى اسوشيتد مع الاتش اي في اللي هو الاسوشيتد سنترال نيرفس سيستم ليمفوما ماشي سؤالي have a appropriate treatment for this patient. حاجة واقعة هنا جاية 22 سنة ميل جاي بشوف بريس دراي كاف فيفر 1 ويك بروتوزيس هي بين جنرالي ان ويل فور سيفرال مانثس كومبلينينج اوف ويت لوس فاتيج جنرالايز لينفادينوباسي مايالجيا في احدى ماشي بعد كده هو عنده ايه فاتيج وجنرال لينفادينوباثي ومايالجيا وهو اي في دراج ابيوزر اكسجين ساتوريشن 88 عنده ايه بلاتر بيرهال لينفادينوباثي ماشي وعندنا ريسبيراتوري ريت عالي وتمبريتشر ان اوكسجين ان موبيلايزيشن الاكسجين ساد بيقع يبقى ده نيموسيستايتس ممكن نديله ايه نديله الكوترامكزول بالضبط
ابن زيرون نديله كم هو كان ال كان ال او ابن زيرون عشان او الاكسجين ثلاثة نزل هنا، غالبا ابن اقل تسعة من 9 ثلاثة و3 باين. سؤال جديد شكله ده أقل من 9.3 الإيه بقى؟ الأكسجين بريشر الأكسجين أقل من 9.3. كيلو تمام باسكال. تمام تمام قلت لازم طيب الاسم بتاع الأسف اللي تم اللي هو النيورو أماديز ده نيورو صحيح. والتاني اللي كان التاني اللي معاه كان برضه نيورو أمينديز بتاع ال H1N1 الدرج التاني كان عدى علينا. غالبا نفس الميكانيزم اللي هو الزينا مافير نيفير أورسو نيورو أمينديز الهبسو. اوكي شا اتش اي في شيء remarkable شيء اكثر بلاتر البالونري انترستيشال شادوين انفستيجيشن اوف تشويس هو ايه اتش اي في وجاي وريترو وبدا الانتي ريترو ميديكيشن ريترو فايرال ميديكيشن يعني احنا بنفكر في ايه sputum culture يعني ممكن يكون جاي عنده associated HIV TB مثلا migrated from South Africa reactivation للتي بي يمكن مثلا ولا ايه؟ او infection هو جاي infection يبقى sputum culture لا برونكو مستيتس كريني برونكو لافاج سيلفر ستينينج قلنا الكومبليكيشن بتاعتها النوموثوركس الانفستيجيشن بتاعها انفلتريت بالمونري باي لاترال انترسيشن بالمونري انفلتريت موجوده اكس ري لوبر كونسنتريشن مي بي نورمال تمام اكسرسايز اندورد ساتوريشن عارفينها سيوتم اوفتن فيل تو شو بي سي بي بلات البرونكو الفيلولار لافاج نيد تو منستريت بالسيلفر ستين هتطلع لنا كاركترستيك سيستس. لا بس هو قايل ايه العيان ده جاي بايلاترال هايرال ليمفادينوباثي مش انترست مش انترستيشال انفلتريت صح؟ انترستيشال شادوينج شادوينج خلاص لا هي يعني ممكن ماشي هي بتاع اللي هي البي سي بي دي بس هي الفكره يعني نزود المعلومة دي اللي فاش دي سيلفرستين هتطلع سيست تمام. خلينا نعمل بس علامة على السؤال الجميل ده تيتانوس 38 سنة مش واخد الفاكسين امتى؟ نو اي دي يبقى هنديله رو انفورسمنت و نشوف بقى حسب نوع حسب نوع الليسريشن هو متعور بإيه؟ دي بلاسيريشن خلاص هو كده من هو البرون دي كده بس هنا ستانلس ستيل نايف هو بورن بشكل عام هو اللي نن اللي ما عندوش ايديا ده هياخد الامينوجلوبين غالبا يعني الاغلب يبقى ايه امينوجلوبين والتيتانوس فاكسينيشن اتنين مع بعض طيب هنا ايه بقى؟ وكاتب في خلال قد ايه 6 ساعات؟ معلش اتكلم كده يا دكتور حسن موضوع 6 ساعات ده اللي هو بيبقى اقل من 6 ساعات unless the wound is very minor او اقل من 6 ساعات اقول لك ايه القصة خلاص تمام الوند نفسه تمام خلاص خلاص تمام انا احنا قلنا فاهمه انا بس مفصله بالظبط ان ليها ديوريشن يعني هو ده اللي ما بياخدش امينوجلوبولين بس الاقل من 6 ساعات او مينور من الاثنين في النون كومبليتنج او النون ما عندوش ايديا هياخد الاثنين بينما اللي كومبليت ومعدي 10 سنين ده بس اللي هياخد الامينوجلوبولين لو الوند اللي شكله كده بس ده ماشي risk management option on this patient هي 25 سنة woman جاية
from sub-Sahara Africa attend Ashan University. He become from an area where there is highly prevalence of TB. The proponer, the patient is not pregnant. He currently is symptomatic. She thinks she may have BCG vaccine and passed, but she is not sure. She has no other medical history under the smoke. Chest X-ray normal and mantis test positive. Will interferon assay positive. يبقى هي latent صح؟ latent interferon gamma positive ندي واحد ست شهور أو اتنين تلات شهور ده هنا مش هينفع فكده عشان ما قالش إن السبيوتم بوزيتيف فيها بس اللاي فده latent. طيب تمام ايه تاني معلش؟ اللي هو مش اكتف تي بي يعني هي ليه ما عندهاش ما عندهاش هي اسيمتوماتيك اهي كانت لي اسيمتوماتيك هو كامل يعني بس بتعمل كده باي بتعمل الانفستيجيشن ليه يعني بتعمل الانفستيجيشن اي حد بيروح بيجي من مناطق اللي هي ساب صحارى ان هم بيبقوا قرفانين منهم فبيعملوا لهم التيست ده بيقول لك البلاد دي مثلا فيها تي بي كتير فبيعملوا لها بيشيكوا عليها يعني تمام بوزيتيف في المانتوكس عملوا لها الانترفيرون وتاكدوا ان هو بوزيتيف كده هي عن اي بي بس مش اكتف ليتنت نايم بدون علاج بس هل بقى روتينلي بقى بيتعمل للبريجننت ولا اي حد بقى بيروح لليو كي هنشوف بقى القصه دي هي دي مش بريجننت بيقول لك نوت بريجننت نوت بريجننت يبقى بيتعمل لكل كيس فاكر ان هي بريجننت اي حد بيجي من المناطق دي بيعملوا له التيست ده بس هما بيقولوا انه البي سي جي تقريبا فوق سن 40 مش بيدوه لحد يعني عشان يديلها البي سي جي فاكسين او الكلام ده بس فوق 40 سنه تقريبا انا قرات المعلومه دي تقريبا مش بيدوه فوق 40 سنه اقنعنا فعلا طيب on examination there are articular rash قلت ايه دكتور حسن؟ إيه ماشي نكمل نكمل انا قلت يمكن اما بيزز رايت ابر كوادرنت تقدر نسيبها تقوم اجل بس طبعا نجيب الحاله طب هات لي السؤال الاول لما اشوفه انه معاه زينوفيليا زينوفيليا سؤال ماشي يجيب لك السؤال بلات الفين تبقى ممر ماشي معانا ايه بقى 24 سنة وميل وجاي من موزمبيق has been staying in rural region and swimming to local river يبقى خلاص ده اللي هو اسمه الشتزوما جاي بي فيفر وماليز وكاف يبقى زينوفيليا testing malaria was negative هندي هنا في مش غير البرازيك كونتيل بزك كونتيل اللي هي تلاقيها هو سويمر هو سويمر هي فين فين هي برضو موزمبيق افريقيا خلاص لا هو سويمر سويمنج مش عارفه في الريفر فهو ده سيزوما هيماتوميا يعني هم معلمينها بافريقيا بشكل عام ماشي 23 year old man جاب يوتر دايريا من خمس أيام after arriving to Mexico which is the most likely responsible من خمس أيام ومش بلاضي يبقى احنا بتاع ده مين سالمونيلا شيجيلا كامبيلوبكتر ايكولاي باسيلس وشيجيلا دي بلاضي صح؟ بلاضي شيجيلا كامبيلا وشيجيلا ايه؟ شيجيلا والكمبايلو باكتر الاثنين يعتبروا يعني ناحية البيت ده الفكرة خمس أيام خمس أيام سلمونيلا مش مع السلمونيلا شريشة كولايب دي من 12 ساعة ليومين بس اللي السيريز دي فيري شورت يعني في ست ساعات في 12 ساعة كده فاهم بتهيألي السلمونيلا مع إن السلمونيلا تلات أيام بتهيألي شريشة كولاي ترافلر دايريا لأنه يعني كاتبينها هنا تحت ده اللي هيجنن الواحد شريشة كولاي 48 ساعة
هو كتب يوم الخميس. يعني انا قلت ناحية السالمونيلا، قلت هي وشان سالمونيلا ونفس الانكباتري بيريو، دي تفرق قوي الاتنين مع بعض. بس هي ترافلر، هي قصده هنا ترافلر، القلوب بتاعها ان هي ترافلر دايرية. بس كومون برضه از خمس كومون، كومون از مش كومون، شرط يعني. وكلام من ده و يكون لايك. ماشي طيب زي انا عايز براكتس. ماشي. يا 45 old man جاي من الـ UK من باكستان. He's seeking medical advice attention. Noted several on-site lesions along his forearm. The lesion have been growing over the past 4 months. من 4 شهور على الفورارم. In examination, you see a total 3 lesions over the left forearm. They are raised and erythematous. He noticed when you touch the lesion, he's unable to feel the touch. Ali, proceed. Confirm, denied the fine touch mesh. This significant hair loss over the lesion, cord-like structure. نعم. sensation والهايبوبيجمنتيشن برضو معاها ولا ايه؟ ديبلوسي والهير لوس. كم واحدة هم طيب؟ ثلاثة؟ ثلاثة، أقل من ستة تيوبركلويد، أكتر من ستة ليبروماتس ليبرسي. ماشي. بوزيتيف أورجانيزم. Fascia consolidation في lower zone associated مع pleural effusion. طيب هنا بيقول ايه؟ 64 year old woman present to emergency department with the cough, fever, diarrhea, myalgia. Cough non-productive. تمام. getting gradually worse since returned from holiday in Spain 1 week ago. Husband concerned because 24 ساعة فاتت becomes more drowsy, febrile initially. عندها flu but symptoms grows progressively worse. She is normally fit and well but drink around 20 units of alcohol per week. كتير بالنسبة للفيميل. Examination ماشي البلس hypotension شوية. Saturation, okay. Bilateral pulse crackle, ماشي. Hemoglobin, platelet. This is عالية شوية. Sodium, يعني. Lower zone. Non-productive, يعني dry cough. Dry cough, عندنا legionella أو mycoplasma. نبص على الصوديوم، الصوديوم قليل، يبقى legionella. What is action you should take? واحدة عندها 33 سنة في الشهر في الأسبوع 18، 3 أيام فاتوا كونتاكت مع أختها عندها شيكن بوكس، كانت ريكول ماشي no symptoms ومش كانت ريكول اللي هو عملنا لها الأنتي بودي طلع نيجاتيف، نعمل إيه؟ نديها بروبلين، نديها كومبنس ميونوجلوبلين. هنا الكالشر سي اس اف كالشر طلعت جرام بوزيتيف بس اللاي، يعني واحده من الاي بي اي ال اس. تمام. عنده كام؟ 57 سنه. اوكي. بوزيتيف اورجانيزم يبقى الاستيريا بقى. استيريا. هنا بيقول هي كليمز هاز نو، انا بقرا فين؟ مانج فيز بكتيريا. تمام. طيب 82 year old old gentleman admit with back pain to medical ward for magnetic resonance imaging spine. عنده بروستاتيك كانسر under surveillance a long time catheter inserted few weeks ago. تمام. midstream specimen positive طلع عنده اللي هو الاكستنتد سبيكترم بيتا لاكتام كورنز اكتر من 100,000.
ماشي. هنا عايز ايه مانج؟ الاكستندد ده كنا بنعالجه بايه بقى؟ رجاله بقى. في تتراكزون طبعا، في سي تتراكزون هنا. لا لا ثواني. سوري، لا مش سي تتراكزون، اللي هو الميرونام. ميرونام بالظبط، الميريونام. الله يسهل في عليك، هنا ميرونام. وكان بيقول لي الميرونام دايما على طول. ماشي، فرنتون هنا. ماشي، هيدريشن. ماشي، جنتامايسين، ايش اكسسيفيتي. وكثر من جتلي عن كونتاكت الرجل. يبقى السؤال الغريب العجيب ده، لو اي حاجه الابس الاس بيل ده بنديله ميرينم على طول، يعني من غير ما ابص على الكالتشر حتى هي سنسيتيف لايه. بالظبط بالظبط. طب هو مش جايب الاختيار ده؟ sensitivity مثلا، خلاص بقى ما هو ده. يقول لك حتى احنا ما ببصش على السنسيتيفيتي، هو جاست ان هو قال لي ان هي اس بيل، ف مش عارفه. This bacteria should not be treated. Ensure good hydration and monitor any urinary symptoms or pyrexia. ما عندهاش symptoms؟ ثواني بس، هي الحالة دي Symptomatic. مش عارفة. أنا بسأل، ما هو يعني هو عامل لها culture وهي إيه symptomatic يعني، وفي الآخر بيقول لنا هي إزبل، في الآخر هي إيه symptomatic، المفروض ما عملهاش لا culture ولا عالجها. شوف طب الحالة التانية يا دكتور حسن. طيب نبص على الحالة، نقرأها بقى بالتفصيل. هنا كان بيقول إيه، 82 year old gentleman admitted with back pain to medical ward. عمل MRI in his spine, background of prostate cancer, underlying surveillance, long term catheter inserted. تمام. age weeks ago biology medicine were positive for extended spectrum beta lactamase وأكثر من 100,000 colonies. He claims he has no dysuria and urine catheter is back here. يبقى هو asymptomatic من الآخر. وإحنا كنا طب بنقول مش هنعالجه صح؟ بيبقى في كاستر واسيمبتوماتيك ما بنعالجش. بالظبط، واحد asymptomatic وعنده كاستر، فيعني متوقعين إنه مش بنعالجه. هنا الكلوريا بتاع السؤال. تمام، مفيش مشكلة. هو عمل، لا وهو عمل كالتشر اساسا اللي عشان يلخبطنا بس يعني. بالظبط. طيب هنا قلنا asymptomatic bacteria should not be treated except in pregnancy. قلنا في البريجنانسي بنعمل كلشر في الأول، بعدين بنعالج بنعمل كلشر في الآخر. تمام، أو children younger 5 سنين، younger than 5 سنين، أو immunocompromised due to high risk of complication. يبقى 3 بس اللي أنا بعالجهم في الأسيمتوماتيك: pregnant female و younger age than 5 years و immuno suppressed patient. طيب this case an elder catheter bacteria likely to be contamination does not require any treatment. Patient asymptomatic to prevent increase the antimicrobial resistant asymptomatic bacteria should not be treated except in pregnancy و child أقل من 5 سنين و immunocompromised patient عشان الموضوع ايه، complication. اوكي، which severe complication is the most important to warn here about؟ في قصة ايه بقى؟ she diagnosed Chagas disease cardiomyopathy. تمام، نعمل run تكرار. طيب هنا ال antibiotic is predominantly bactericidal. سايدل اللي يبقى على السلول، اللي هو الاريثرومايت. لا الوول ستاتيك، الوول ستاتيك. ستاتيك؟ لا لا الوول سايدل. الوول سايدل؟ تمام. طب تريميثوبريم كان بيشتغل، لا على الدي اريثرومايسين ده ماكروليت كان بيشتغل على ال50. سيبروفلوكسسين برضه دي سايدل سايدل سايدل. السبرو والمترونزولول والحاجة والريفامبيسين والحاجة والوول، ده كله سايدل. انا فاكر المترونزولول كان سايدل برضه، صح. ماشي، السايدل السايدل دول
اللي هما الحاجات اللي بتشتغل على السيل وول زي البنسلين والكيفالوسبورين. تمام، هي حاجات بتشتغل على الرايبوزوم زي الجلايكوسايد. تمام، طيب ايه تاني؟ الدي ان ايه النايت زي الميتوكوندريا والكينولونز. الفامبيسين كان بيشتغل على ماسنجر ار ان ايه، والايزونايزايد ده اللي بيشتغل على السيل وول برضه الايزونايزايد. طب النيتروفرنتوين ده كان بيشتغل ازاي؟ النيتروفرنتوين حد يعمل لنا سيرش على النيتروفرنتوين بيشتغل ازاي؟ تمام، حاجات السيل وول، حاجات امينو جلايكوسايد، يبقى على ال 30 ماشي. المترونيدازول واللي نحط معاها الكينولونز بيشتغلوا على الدي ان ايه، ريفامبيسين وايزونيازايد. فامبيسين قلنا مسنجر ار ايه، ايزونيازايد